قانون أمريكي جديد. فبعد قطع الميزانية المعدة لوكالة الغوث واللاجئين ووقف دعم المساعدات المالية لمستشفيات القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، اليوم تقر أمريكا قانوناً جديداً ضد العمليات الفدائية في فلسطين. يتيح هذا القانون للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قتل أحد أقاربهم في عمليات عدائية أن يتقدموا بشكوى ضد أي كيان دولي، يحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة باستثناء إسرائيل. القانون الذي أقره الكونغرس نهاية شهر أيلول ووافق عليه الرئيس ترامب مؤخرا يجعل السلطة الفلسطينية معرضة لتقديم دعاوى ضدها في المحاكم الأمريكية تتعلق بعمليات نفذت منذ إقامتها وحتى اليوم. جاء هذا القانون بعد دعاوى ضخمة رفعت ضد السلطة الفلسطينية العام الماضي بتعويضات تصل إلى مليار دولار من قبل مواطنين أمريكيين رفضتها المحكمة العليا في واشنطن. اليوم السلطة الفلسطينية أمام خيارين فقط، إما الاستمرار بتلقي المساعدات الأمريكية ومواجهة دعاوى بمليارات الدولارات، أو رفض المساعدة والبحث عن مصادر تمويل بديلة لقواتها الأمنية.